نجم ليفربول بينضم للمنتخب المصري، جملة عادية جدا على اعتبار ان النجم ده هو اكيد محمد صلاح، ولكن الحقيقة الكلام هنا عن لاعب تاني خالص. كريم احمد لاعب انجليزي مصري محترف في ليفربول وتم استدعائه لمنتخب مصر للشباب مع روجيرو ميكالي. كريم من مواليد عام 2007 بمدينة ليفربول، وهو من اب وام مصريين. بدأ مسيرته في ناشئين الريدز، وحاليا هو عنصر أساسي في فريق تحت 18 بالنادي. مركز كريم في الملعب هو المهاجم الصريح أو المهاجم المتأخر، كمان ممكن يلعب كجناح. وكريم في الموسم الحالي بيشارك كأساسي مع فريق ليفربول تحت 18 عام، واللاعب متألق بشدة. تألق كريم دفع ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مواليد 2005 لاستدعائه لمعسكر شهر أكتوبر الحالي اللي بيبدأ اليوم، وهو المعسكر الأول لروجيري وميكالي مع منتخب مصر 2005. فهل يكون كريم أحمد هو امتداد للنجم الكبير محمد صلاح؟